السلام عليكم. الحوثي التصنيع العسكري يتم من المسدس إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن التصنيع العسكري في منطقة الحركة يشمل كل الصنوف من أسلحة المشاة وحتى الأسلحة والصواريخ المتطورة وبعيدة المدى. وفي كلمة له بمناسبة ذكرى الثورة 21 من سبتمبر، وصف الحوثي التصنيع العسكري بأنه هو من أهم إنجازات الثورة وأنه إنجاز عظيم وغير عادي. وأوضح أن التصنيع العسكري يتم من المسدسات والكلاشينكوف والمدفع إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بمختلف مداياتها. وأضاف أن بلدنا يصنع كل شيء من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة حتى الأسلحة المتطورة وبعيدة المدى، مشيرا إلى ما وصفه بالتفوق العجيب في مجال النهوض بالتصنيع العسكري جرى في ظل العدوان والحصار. وقال الحوثي إن مستقبل التصنيع في بلدنا عسكريا ومدنيا مستقبل واعد، واليوم نصنع ما تعجز الكثير من الدول عن تصنيعه. وأضاف أنه من المتاح تحقيق نهضة في الصناعة المدنية، فالتقدم بالصناعة العسكرية أصعب بكثير من المدني. وأشار الحوثي إلى أن هناك برنامجا لتطوير الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها بشكل مستمر، قائلا إن من منجزات الثورة العمل على إعادة بناء الجيش والأمن على أسس صحيحة وعقيدة قتالية صحيحة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.